بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة الثالثة عن applying percentage values تحت العنوان ده. هنحاول نطبق النسب اللي احنا وصلنا لها في ملف الإليوستريتور في مرحلة البلاننج على بشكل فعلي على المستند بتاع ال HTML اللي احنا راح نشتغله عليه. اللي انا عملته يا جماعة ان الفولدر بتاع الموقع بتاعي انا اخدته، وان شاء الله باذن الله هحاول ارفعه لحضراتكم على نظام اداره المحتوى بتاعنا، ورحت حاذف كل الصور اللي كانت فيه. يعني نفس الموقع بتاعي اللي انا كنت شغال عليه اللي هو بتاع 2 كولومنز ده هو نفسه اللي انا راح نشتغل عليه، بس انا حذفت كل الصور اللي كانت موجوده فيه. ميعادنا ان شاء الله باذن الله مع القصه بتاعت الاسيتس ديت الحلقه اللي جايه. اليوم هنحاول بس نطبق النسب اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب لو انا فتحت ملف الكود بتاعي، ادي ملف ال HTML بتاعي وادي ملف ال CSS وجاهز ان شاء الله باذن الله اني نكود. طيب اول حاجه راح نعملها يا جماعه نروح للبادي، وبنقول احنا هنحول كل الحاجات اللي ممكن تخلي لي العرض بتاعي ليكويد هنحولها لبرسنتج. الويدث بتاع البادي عندي 960 بكسل ديت يا جماعه انا مش هخليه 100%، لا انا هخليه 80% بحيث ان يسيب لي 20% فراغ. وطالما اني حاطط مارجن زيرو اوتو تمام يا جماعه، يبقى هو هيحط لي المارجن في النص، هيحط لي الموقع في النص. معنى الكلام ده ان هو هيكون فيه على اليمين 10 وعلى الشمال 10، يبقى 80% من عرض 80% من عرض البادي. تمام اوكي جميل. هنزل بعدين على الهيدر يا جماعه، وفي الهيدر انا هحط من النقطه اللي الناس دايما بتنساها، بالله يا جماعه البادنج. البادنج يا جماعه مهم جدا، البادنج برضو البادنج والمارجن يا جماعه من الحاجات اللي لازم تتاصل ولازم تتحط بالبرسنتج. البادنج والمارجن بالله عليكم، بالذات البادنج والمارجن اللي هي توب ورايت اللي بتاثر لي من الويدث بتاع الصفحه ديت، برضو لازم تاخد عرض نسبي، لازم تاخد برسنتج يا جماعه. انا عندي بادنج هنا عباره عن 32 بكسل من كل النواحي. هو انا طبعا بصراحه اللي انا بنفضله او اللي انا هشتغل عليه دلوقتي البادنج رايت بالنسبه للهيدر، البادنج رايت اللي هي هتحاول تزج لي عنوان الموقع على الناحيه اليمين لان الموقع بتاعي يمين، فانا هقول بادنج رايت زي ما انا كنت محدد يا جماعه، كنا محددين 2%. تمام الكلام ده فين يا جماعه؟ الكلام ده في الهيدر. تمام يعني بحيث ان العنوان يتزج 2% ما بيبقاش من اول الحرف ولا بالبكسل، لا العنوان برضو هيبقى اكشوالي برسنتج. كل ما تضايق العنوان برضو يتزج مع مين؟ مع البادنج اللي تحت منه. فاكرين لما رسمنا العمود؟ اي نعم احنا اساسا ما حطيناش هيدر، بس في كل الاحوال كان في بادنج عمود من اول الموقع من فوق لغايه اخره من تحت، فانا حطيت هيدر عليه فالهيدر دار لي العمود، فعشان كده انا هعمل حساب ان العمود فوق الهيدر، فانا هضيف للهيدر بادنج بحجم العمود اللي هو كان عباره عن 20 بكسل اللي هو احنا استنتجناه ان هو عباره عن 2% من العرض العام للموقع تبعنا. وانا طبعا مش راح اضيف حاجه ثانيه على الهيدر. انا اكشلي ما بيهمنيش اني اتكلم عن 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 الارتفاع، اكشلي عادي انا ممكن اخلي الارتفاع دلوقتي 150 بكسل تمام، ما يهمنيش. اوكي 150 بكسل 150 بكسل مش مشكله، انا يهمني دلوقتي العرض بتاعي، ما يهمنيش الارتفاع، يهمني العرض بتاع الموقع بتاعي. طيب بالنسبه ليه انا عندي برضو ديفيجن كان اسمه كونتنت، الديفيجن اللي اسمه كونتنت ده يا جماعه واخد ويدث 960 بكسل. طبعا هو كده مش هينفع، هو المفروض ياخد القيمه انهيرت. انهيرت ديت يا جماعه معناها ان هو راح يورث. انهيرت من مين؟ انهيرت من البادي، من الكونتينر بتاعه. الكونتينر بتاعه مين يا جماعه؟ البادي. ها ادي الكونتنت اهو، الكونتينر بتاعه اقرب كونتينر ليه بيكون عباره عن البادي، لان الديف ده والديف ده الاثنين على نفس الاثنين دولات اخوات. الكونتينر الكونتنت ده الهيدر الابو يا جماعه بيكون عباره عن البيرنت. فقلت له انا الويدث بتاعك انهيرت، يعني خد الويدث بتاع مين؟ خد الويدث بتاع البيرنت بتاعك اللي هو البادي، فهياخد 80% من الويدث. كده الامور تبقى بنسبه كبيره متظبطه. تمام جميل. طيب انزل انا اشوف الكلام ديت ولا
نكمل، لا خلينا نكمل قبل ما نشوف الكلام ده. جميل، هنزل انا بقى على مين؟ هنزل يا جماعه على الرايت كولوم، العمود اللي على اليمين اللي هو واخد فلوت رايت. اول حاجه احطها فيه يا جماعه الويتس، الويتس بتاعه كان 512 بكسل، ولو الناس كانت فاكره الويتس بتاع العمود اللي على اليمين كان يا جماعه كام؟ كان 60%. لما قلنا 2 ممتاز، لما قلنا 60 وكان معايا 2 تمام. جميل، انا برضه هسيب المارجن بوتوم سالب، مارجن بوتوم بسالب 1000 ام ديت، علشان القصه بتاعتها الاوفر فلو اللي محطوط في الكونتنت، انا مش هضيع القصه ديت، برضه انا هخليها زي ما هي. لكن البادنج يا جماعه مره تاني، البادنج في الرايت كولوم يا جماعه اللي يهمني فيها مين؟ انا عايز بادنج على الناحيه اليمين. طيب اوكي، ده فوق ده يمين، ال 32 بكسل دي يا جماعه هي اللي هتتغير، هتكون عباره عن كام؟ هتكون عباره عن 2% 2%، وديت يا جماعه لتحت عشان مين؟ ده مارجن بوتوم، ده البادنج بوتوم اللي هيمشي، اللي هيمشي لي على الناحيه الثانيه من البادنج بوتوم، مش هغيره. وعندي على الناحيه الشمال بادنج 16 بكسل، اكشولي الامر ده يرجع لك انا، لكن انا ما حطيتش بادنج على الناحية الشمال، لأني أنا أساسا هحطه دلوقتي بصفر، مش هحط بادنج على الناحية الشمال، لأني كنت مركز كويس خالص إني هعمل إيه، إني هخلي كل عمود ياخد فلوت. يعني الرايت كولوم ده هياخد فلوت على الناحية اليمين، جميل خالص، الليفت كولوم هياخد فلوت على الناحية الشمال، جميل خالص، وهخلي المسافة اللي ما بين الاتنين أوتوماتيكلي هي أوتوماتيك بتتحسب من قيم الفلوت. يعني هتتحسب ازاي؟ ما هو انت عندك كونتينر اللي هو عباره عن الكونتينر البادي، او الكونتينر بتاعك اللي هو الكونتنت اللي واخد ويتس 960، اللي واخد الويتس بتاع ال 80%، هو اللي بيحدد لك العناصر بتاعه. طيب ده بيتكون من ايه؟ ده بيتكون من عمود على اليمين وعمود على الشمال. العمود اللي على اليمين واخد 60%، العمود اللي على الشمال واخد كام؟ العمود اللي على الشمال واخد 34%، 60 ومايل على اليمين، 34 ومايل على الشمال، هنا في بادنج اثنين، هنا في بادنج اثنين، يبقى الباقي يا جماعه هو يكون المسافه ما بين الاثنين بس، قيدك قصه منتهيه. طيب جميل، هنزل بقى عند على الليفت كولوم يا جماعه، ونفس اللي انا كنت عملته فيه، هدي له ويتس كام يا جماعه؟ في حساباتنا الليفت كولوم في حساباتنا كان عباره عن 34 ام بيرسنت، 34%. جميل، المارجن بتاعي زي ما هو، اكشولي البادنج يا جماعه. طيب جميل، انا فين؟ انا في الليفت، البادنج في الليفت هحطها فين يا جماعه؟ البادنج هحطها فين؟ المفروض البادنج في الليفت احطها على شمال، فاكرين البادنج اللي هي بتتحط على شمال الصفحه خالص في الاخر، ها ديت فوق مفيش مشاكل، ديت عباره عن يمين، ها يمين انا عايز قيم بصفر، القيم يمين هحطها بصفر، فاهمني؟ انا مش عايز بادنج على الناحيه اليمين، ليه؟ هقول لك كمان شويه. وعندي ال 1000 ديت من تحت عشان المارجن بوتون تمام، وعندي ديت 32، دي القيمه اللي انا اقصدها يا جماعه، اللي هي كانت عباره عن 2%، البادنج اللي على شمال الصفحه لما انا عملت عمودين، عمود على اليمين وده بادنج يمين بتاع الرايت كولوم اهو، اللي هو عباره عن 2% ده يمين، وبادنج على الناحيه الشمال العمود اللي على الشمال ها ده كان عباره عن 2% ديت بتاعه يا جماعه. جميل اوكي، وانا هبتدي اسيف القصص بتاعي واروح بقى على البراوزر تبعي. ها جميل، انا مش محتاج اعمل ريفرش يا جماعه، انا شغال على فايرفوكس البراوزر، لان عندي مشكله في البراوزر بتاعي كروم، الاداه اللي استخدمتها عشان تعمل اوتو ريلود للصفحه. لو رحنا لو فتحنا الفايرفوكس يا جماعه، ومن من السيتنجز بتاعته هنروح على ادونز، بعد ما نضغط على ادونز هيفتح لي تبويب زي كده يا جماعه، هبتدي اسم الاداه اوتو ريلود، هروح على جيت ادونز ديت، وابتدي اكتب اسم الاداه هنا اسمها اوتو ريلود، اي او تي اي يو تي او ار اي ال او اي دي، وابتدي اعمل ادور عليها الاقيها بالشكل ده، وابتدي اعمل لها انستول. انا اكشولي اعمل لها انستول، فانا مش هعمل لها انستول مره ثانيه. بعد ما ابتدي تسطب هيطلب منك ريستارت للفايرفوكس، هتضغط له هتقفله وتفتحه مره ثانيه، او تضغط على كلمه ريستارت، وبعدين تروح معلم على اوبشنز بتاعتك، ومن اوبشنز ده تعمل كريت، ومن كريت ده هتبتدي تعمل اد فايلز، وتنشن له على ملف ال HTML اللي انت عايز تعمل له اوتو ريلود لوحده تمام، عشان تعمل له تحديث تلقائي، هتروح محدد الموقع بتاعك وتحدد الاندكس بتاع ال HTML وتعمل له اوبن. فهو كده بمجرد ما انت تعمل اوكي هيخلي لك الصفحه اوتو اوتوماتيكالي تتعمل لها ريلود، من غير ما انت تعمل كل شويه كليك يمين وريلود، يعني ده بتوفر عليك. ده اللي انا كنت مقصود يا جماعه، ادي البادنج اللي انا سايبها في الهيدر من فوق 2% من عرض الصفحه، وسايب بادنج هنا 2% كده، العمود ده كله واخد 2%، جميل ممتاز. وهنا انا سايب بادنج على الناحيه الشمال 2%، فالعمود ده كله واخد 2%، تمام يا جماعه ممتاز. وهنا انا مش واخد بادنج، الكلام راشق في الـ في الـ في القصه ديت، الناس ممكن تلاقي ان التصميم ديت مش مقبول او مش مطبوق او مظبوط او في مشكله فيه، اكشولي انا كنت قاصد كده، لاني انا عندي مسافه هنا انا استغلها، علشان استغلها انت شايف ان في جاب ما بين الاثنين يا جماعه، الجاب دي باينه ليه؟ علشان كل عمود نايم في ناحيه، يعني ده عشان مايل على الناحيه اليمين وده مايل على الناحيه الشمال، فعشان كده المسافه اللي هي دلوقتي كام في الميه يا جماعه؟ لا عباره عن 2%،
اخذت اللون بتاع مين؟ اخذت اللون بتاع الكونتينر. الكونتينر بتاعها اللي هو مين؟ الكونتينر بتاعها اللي هو الكونتنت اللي هو فينه اللي هو ده. طيب والكونتنت يا جماعه واخد باك جراوند كلر؟ لا مش واخد. طيب يبقى ياخد الباك جراوند كلر بتاعت مين؟ بتاعت الكونتينر بتاعه. طيب فين الكونتينر بتاعه؟ الكونتينر بتاعه هو البادي. عشان احل القصه ديت هخلي لون الخلفيه بنفس لون الرايت كولوم والباك كولوم. يعني اخلي لون الخلفيه بتاع الكونتينر بتاعهم ديت يا جماعه تبقى بيضه. لما تكون الخلفيه بيضه انت هتحس بان ديت واخده بادنج، هتلاقي ان الكلام مرصوص، فمفيش، هتحس ان الكلام كده كله مصفوف. وده اللي انا كنت اقصده، مش محتاج اعمل يعني ايه البادنج لما انا كنت بنستخدمها بس عشان ازق الكلام شويه عشان ما يبقاش راشك. القصه سنس، القصه بيجت احساس يا جماعه، تمام؟ في حين ان انا هنا نستخدم بادنج اهو، لان القصه كده ما بقتش متظبطه بتاعي، لا كده بقت مش شكلها مش مظبوط او شكلها مش بيريحني انا، عشان كده هنستخدم فيها في الاثنين دولت بادنج. طيب خلونا نشوف اللي احنا عملناه يا جماعه. نيجي نقلل حجم البراوزر بتاعنا ونحاول نقلل اهو. كل ما انت بتبتدي تعمل شرينكينج بتلاقي ان ادي المسافه ديت موجوده وثابته، المسافه ديت برضه بتبقى ريسايز بتتغير، والمسافه اللي على الشمال ديت بتتغير، تمام؟ اهو كل ما انت بتبتدي تكبر او تقلل من حجم البراوزر النص بيبتدي يعمل رابنج، والموقع بيبقى تحس انه في سنه ريسبونس، سنه استجابه، او بيستجيب شويه للحركه بتاعتك. لكن اكشلي الكلام ده طبعا مش مع الاثنين كولومن دولت، لان احنا لسه ما استايلناهمش، تمام يا جماعه؟ دولت ان شاء الله باذن الله هنحاول نستلم كمان شويه. بس انا كنت الناس احنا هنحاول نظبط الكلام ده. لو حبينا نتكلم على النقط اللي هي كانت فوق بالنسبه للعمودين يا جماعه، فده اللي انا كنت اقصد اقوله. طيب جميل، نيجي نستايل بقى الاثنين دول، الاثنين ديفيجن دولت. الاثنين ديفيجن دولت لو الناس كانت فاكره كان واحد فيهم كان اسمه اللي رايت واللي ليفت. اللي رايت ده اللي كان مايل على اليمين، واللي ليفت اللي كان مايل على الشمال. فاكرين يا جماعه؟ فاكرين. واحنا برضو كنا عملنا حسابهم في البلاننج بتاعنا، هندي لهم ويتس كام لو الناس كانت فاكره؟ اكزاكتلي يا جماعه، الويتس بتاعهم كان عباره عن 44.5% ان. طيب انا طبعا هشيل المارجن والبادنج والمارجن والكلام ده انا هشيله، وهنسخ الويتس بتاع ده واحطه في الويتس بتاع الاثنين، طبعا كان ويتسهم واحد، وهشيل برضو الكلام ده زي ما شلته من هناك. يتبقى معايا ايه يا جماعه؟ يتبقى اني اشتغل على البادنج. وقلت ان البادنج بتاعت الاثنين يا جماعه كانت كام؟ انا قلت الديد بادنج بشكل عام عباره عن 1.75، 1.75% من يعني اللي هي 1.75% من حجم المتصفح، صح الكلام ده؟ لما جينا حسبناها وكده البادنج كان البادنج ده يا جماعه هيتضاف يمين وشمال زي ما انا قلت، هنا يمين وشمال وهناك يمين وشمال، فاعملوا لي كام؟ يعملوا لي 3.5 و3.5، يعملوا لي كام؟ اللي هي السبعه. فانا هنسخ ده برضو واحطه عند الناحيه الثانيه. اكزاكتلي. طيب انا كده نسيت قبل ما افنش القصه يا جماعه، انا ناسي حاجه. هناسي ايه؟ اكزاكتلي ناسي الجاب اللي ما بين الاثنين، لاني هو انا اي نعم الجاب ده برضو هيعتبر لو انا. طيب خلوني اعمل كنترول اس وبصوا يا جماعه واروح على البراوزر بتاعي، تمام كده انا ايه؟ انا اهو سايب بادنج الى حد ما، الموضوع بيجي اريح شويه، اي سايب بادنج هنا وسايب بادنج هنا. لو انا برضو عملت جيت اصغر في حجم الموقع بتاعي هلاقيهم هم الاثنين اللي من تحت دولت برضو بيجوا فليكسبل، بيجوا لي مرنين. كل ما انا اصغر نكبر بيبتدوا يصغروا ويكبروا معايا على حسب ما التصميم ماشي، فبيجوا برضو فليكسبل معايا، وده امر كويس حتى الان. طيب يا جماعه بخصوص البادنج اللي انا ما حددتوش، او انا المارجن او ايا يكن اللي انا اقصده يا جماعه بال 4%، انا ما ذكرتش حاجه اللي هي داخله بال 4% دلوقتي. طيب ال 4% ديت هي اوتوماتيكالي برضه جنريتد، ليه؟ ما هي هتمشي بنفس بنفس الوتيره اللي انا كنت مشغل بيها الرايت كولوم والليفت كولوم يا جماعه. مش الاثنين دول عباره عن عمودين؟ هل انا حددت له يا جماعه من الفرق ما بينهم يكون عباره عن 20 بكسل او 2%؟ لا ما حددتش. ليه؟ لكن هم اشتغلوا كده ليه يا جماعه؟ اشتغلوا كده لان كل عمود فيهم كان نايم على الناحيه اليمين او نايم على الناحيه الشمال، فعشان كده انا مش هعمل لها برضه جنريتنج. بس من باب التاكيد انا ممكن اعمل لها، او انا ممكن اضيفها هنا، ولنفرض يعني يا جماعه خليني نقول مارجن انا هضيفها للعمود اللي على اليمين يا جماعه، فهضيف له هو ده مارجن ليفت العمود اللي على اليمين، وانا كنا بنقول ان القيمه بتاعتي كانت عباره عن 4%، تمام؟ طيب 4% مش هلاقي ان التصميم بتاعي اتغير كتير عن اللي فات، هلاقيه برده كانه هو زي ما هو برده يا جماعه. ليه؟ لان هي كده كده برده
الأعمدة نايمة، كل واحد نايم على الناحية اليمين ونايم على الناحية الشمال، فعلشان كده مش هتبان. أو عموما بس كون إن أنت تحددها فأنت بتحاول توجد لها قيمة ثابتة، وده أكشولي جانب كويس خالص، أو ده جانب عشان التصميم ما يتعكش منك أو علشان ما يجربوش من بعض، فأنت تبقى برضه مميز ما بين الاتنين دولت. وده اللي كنا عايزين نضيفه في حلقة اليوم. نتقابل إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية مع الأسيتس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.